ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الإنسان يا جماعة يحرص على الدروس، ولو ما في درس في بلده أو دروس الله وفر لكم الآن نعم، ومنها هذه الأجهزة، الزول موبايل ينزل تسجيلات وموجودة الآن الحمد لله، يعني ممكن واحد بس من خلال اللابتوب أو الموبايل يوزع على بقية الإخوة، يعني شروحات الشيخ محمد أمان الجامي، شروحات الشيخ الفوزان، شروحات الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وشروحات الشيخ ابن عثيمين، وغيرها من الشروحات النافعة التي يستفيد منها طالب العلم ويستفيد منها حتى العالم. فالناس تحرص كل الحرص زول يكون عنده شروحات دي. الأصول الثلاثة الآن مشروح، كتاب التوحيد مشروح، كتاب بلوغ المرام في الفقه مشروح، كتاب الأجرومية مشروح، وهكذا هذه الكتب لهؤلاء المشايخ ولهؤلاء العلماء الزول يحرص ينزلها، وكل يوم يكون عنده وقت معين يسمع فيه ويفرغ، بعد ذاك يبدأ يعني في مراجعة هذا العلم وفي حفظه وفي ضبطه، يحفظ القرآن يحفظ السنة ما استطاع، يبدأ بالأربعين نوية كل يوم احفظ حديث حديثين ثلاثة، تختم الكتاب ده وتمشي تبلغه للناس، فده بكون خير كثير جدا. وما بده يعني كثير من الناس بيحتاج بيقول لك نحن ما عندنا دروس وما عندنا زول بندرس عليه أو كذا أو كذا، والدروس متقطعة وكذا وإلى، وهو قد يكون دائر الخير، وده ظننا في إخواننا، لكن أنت الآن موفر لك كثير من الوسائل، منها هذه الأجهزة التي فيها تسجيلات العلماء، والزول يكون عنده مكتبة في بيته قدر ما الله وفقه يشتري كتب يجيبها، كتب تكون موثوقة وكتب علمية زي كتب الشيخ الألباني، كتب ابن عثيمين، غيرها من الكتب فيجيبه، وكتب الكتب القديمة أيضا، كتاب صحيح البخاري ومسلم وهكذا بقية الكتب دي مسألة. الوصية الثانية العبادة، أن يكون للعبد شيء من العبادة والطاعة، لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الله خلقك عشان تعبده، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فنحن يا جماعة الله خلقنا للعبادة، وسعادتنا في الدنيا والآخرة، سعادتنا في الدنيا والآخرة في طاعة الله وفي عبادته، وكثير مننا بيسمع الكلام ده وبكرره وبيتكلم به، لكن نحن دارين الشيء ده يتطبق عمليا، الزول يكون عنده شيء من العبادة، يعني أبسط شيء الصلوات الخمس ما يفوت صلاة فيها في المسجد وغيرها من الطاعات، بعد ذاك يكون عنده شنو شيء من العبادة كالعبادات المستحبة كتلاوة القرآن، يعني ما يمر يوم إلا وإنت يكون عندك تلاوة من المصحف وتسمع، الآن في قراء بيقروا بتجويد وقراءة واضحة زي قراءة الشيخ محمد أيوب كمثال يعني، والشيخ علي الحزيفي، فتسمع التسجيلات دي تعرف القراءة الصحيحة، وكل يوم يكون عندك جزء جزئين بتقراين ثلاثة ما استطعت، بعد الصبح بعد بدل الناس ينوموا بعد الصبح يقرأ قرآن الزول، بعد العشاء لو جاء عنده شيء من القوة وكذا يقرأ قرآن، بعد العصر المهم ما استطاع تكون من الوقت أو من العبادة، إذا وفر له شيء من الوقت يعني يملأه بطاعة الله سبحانه وتعالى، خاصة نحن في فتن كل أنواع الفتن، عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، فلما ذكر الفتن قبليها أرشد بفعل الطاعة، مما يعصم العبد من الفتن أن يقوم بطاعة الله تعالى وأن يستعين بالله فيعصمه ربه سبحانه وتعالى. فالزول يا جماعة يكون عنده شيء من العبادة، ما يعقل الزول المستقيم الدائرة الآخرة يمر عليه شهر ما ختم المصحف، ما يعقل، هو منشغل بشنو،
فالإنسان يقرأ القرآن ويجتهد في الطاعة والتسبيح في الطريق والاستغفار ويحافظ على ركعتي الضحى وما استطاع ممكن 4-6 ركعات ما استطاع بالضحى المهم، وهكذا بقية العبادات النوافل يجتهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عن ربي عز وجل قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث. فإنت تفعل الفرائض وتجتهد في شنو؟ في النوافل. الوصية الثالثة، نحن ماذا يعني نطول على الناس ونفتح مجال للأسئلة، أخونا شهاب إن شاء الله برضو شيخ شهاب يعلق ويفيدنا. أنا بكتفي بس بأربع وصايا. الوصية الثالثة تبليغ دعوة الله تعالى. رب العزة والجلال قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولما تلقى لفظة الفلاح في القرآن أو في السنة معنى دزول أمن المرهوب، أمنه الله من المرهوب ونال المطلوب، يعني زول أمن من عذاب الله بفضل الله تعالى ويدخله الله في رحمته ويكون من الفائزين. ما في زول قد يبتلى ببعض المصائب وقد يعذب في الموت، قد يعذب في القبر بسبب بعض المعاصي يرحمك الله، بسبب بعض المعاصي. بعد ذاك قد يعذب يوم القيامة بدخول النار، بعض الموحدين يدخل النار بسبب بعض المعاصي ثم يدخل الجنة. لكن المفلح ده يؤمنه الله من العذاب ويدخله شنو؟ برحمته ويدخله الجنة، فيأمن من المرهوب وينال المطلوب المرغوب. فإنت لما تلقى لفظة الفلاح في القرآن أو في السنة ما تمر فيها، ما تمر على ساي طوال تقيف معه تشوف إنت المطلوب منك شو. هنا في الآية دي قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الآن نحن قاعدين في بيت قاعدة تغني، ما سامعين هذا في الحوش، نحن قاعدين سامعين البيت قاعدة تغني في حفل، دي بتدعو لشنو؟ بتقول بر الوالدين، وحدوا الله، استغفروا الله، قاعدة تقول كذي غنى وخضوع ومعاصي، وتدعو إلى الشر علمت أو جهلت، لكن في نهاية الأمر بتدعو إلى الشر. نسأل الله يهدي ويهدي جميع المسلمين أو بقية الناس، لكن في نهاية الأمر الزول يا جماعة يدعو إلى الخير. إنت الحمد لله الله وفق، عرفت العقيدة الصحيحة وعرفت التوحيد، البلد دي في ناس كتار فيهم خير، وبينهم وبين الخير ده الخير الكثير مع الخير الفيهم الجهل، بينهم وبينه بس اسمعوا كلمة صادقة التدقيف في المساجد. زي المسجد الكبير ده الآن ناس منعوهم فيه، أولي تحاول تلقى مدخل ما لقيت تمش مسجد تاني تعمل نصيحة، وأبدأ بالأربعين النووية دي، جيب الأربعين النووية أبدأ حديث إنما الأعمال بالنيات، دخل فيه التوحيد أحفظه، شوف شرح مبسط له زي شرح ابن عثيمين، شرح مفيد ومبسط بمعنى إنه يعني واضح العبارات والزول بيفهمه، طوالي تمشي تبلغ الناس آية قريت شرحها تفسير، التفسير الصحيح سمعته أو قريته، المهم عرفت التفسير الصحيح، بعد ذاك تاني شنو تمشي تبلغ الناس، خش المساجد تبلغهم، ما تقول لما نجي فلان ولا أنا أحيط بالعلم كله ولا كذا ولا كذا، لا لا. الآن من بكرة يا جماعة الناس تبدأ نصائح، طوال البلد دي في آخر شباب كتار لافين ما عارفين يقبلوا وين ذاته، جربوا البنق وما نفع، جربوا فلفل وشعرهم ما حلهم، جربوا وين الحل، ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإنت عارف الدرب وصلونا الدرب. والحمد لله الآن دعوتكم دي الآن ودعوة إخواننا وهي دعوة الله سبحانه وتعالى، الدعوة دي ما مقيدة بتنظيم ولا فيها تسجيل ولا فيها قيود، زول بعرف الحق بنشر بس، ولا بربط الناس يا جماعة فلان لازم تعرفوه وتسجلوا اسم، ما في كلام زي، ولا في انتخابات ولا كذا، دعوة هينة وباردة للناس إذا صح التعبير، هين بمعنى إنها سهلة للناس يعني.
ما فيها تعقيد وكذا، ما زي لما نزول شنو يقول له انت خشيت الدعوة بكرة تجيب 3 أنفار ولازم يجوا يسجلوا وعندنا الدائرة الفلان، ما في كلام زي. انت بتقول للناس يا جماعة وحدوا الله، قال تعالى قل هو الله أحد، ما تدعو غير الله، قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، ما تمشوا للدجالين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كل كلمتين بتقوم بتجيب للناس ينو دليل، دعوة واضحة وقوية حجة بالغة وما فيها 2 3، فإنت تنشره بين الناس ولا بتربطهم بشخصك، تنشر الدعوة يا جماعة. أي واحد فينا يا رب العزة والجلال قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا شنو، اتبعوا من المرسلين، اتبعوا المرسلين، يعني في 3 رسل في المنطقة جه، وبعد ده الزول ده ما اكتفى، ما قال أنا زول في آخر البلد ودي الرسل، وإذا كان الناس ما استجابوا للرسل كيف يستجيبوا لي أنا وأنا الموضوع ده وخلي لي غيري، لا لا، جاء قال لهم اتبعوا المرسلين، والوقت ذاك الرسل حيين، اتبعوا المرسلين. انت الآن الحمد لله الله وفق، عرفت التوحيد والعقيدة الصحيحة وعرفت بعض الأحكام، والد بلغ دعوة الله. أما المناظرات والمناغشات والأشياء اللي بتحتاج لأنه إنسان يضبط الشبه والردود بتاعته وكذا، ما تدخل فيها ما لم شنو تضبطها، لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. تمشي المسجد قول لنا يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت، حديث كمثال شرحته، بعد انتهيت واحد رفع عليك أصبع تفضل، سألك سؤال بتعرفه جاوب، ما بتعرفه خلاص قول له الله أعلم وتمشي بس، الفيه خير ده الحق ده بيقبل الحمد لله. وكل مرة كما قال الإلبيري يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شنو شددت. كان كونه تقول أنا والله كان ما حفظت القرآن كله والسنة كلها وضبطت المسائل كلها ما بقدر أبلغ، إنت لما أنت تموت ما بتبلغ، إنت تبدأ من بكرة، دي شوف تموت بكرة 3 طوالي تحفظ حديث من 40 نووية ولا آية، الآن كلكم حافظين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يجيب التفسير ليعبدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير ابن كثير ليقروا لي بالعباد، خلاص عرفت الله خلقك للعباد، تمشي للناس يا جماعة الله خلقنا للعباد، عبادة دي باختصار تخلص فيها لله، تابعوا فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تعبدوا غير الله، ما تنادوا غير الله كذا، بالراحة تشرح لهم وكذا وتبقى مهرج تمشي. بعد ذاك يا جماعة الناس تبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى وتحتسب، والله بيكتب لك الأجر والثواب العظيم. الوصية الرابعة والأخيرة الإخلاص لله تعالى، أي عمل في الدنيا صالح بتعمله لو ما أخلصت فيه لله مش ما فيه أجر بس فيه ذنب، يعني زول صلى وما أخلص لله تعالى مش معناه بس عمله ده ما الله ما بيقبله بس، لا فيه ذنب ذاته، فيه ذنب. تخيل زول بيقرأ قرآن ومكتوب له سيئات بيجاي قرآن الحرف ب10 حسنة وكاتبين له سيئات، لأنه الرياضة يا جماعة مش بيحبط العمل بس فيه ذنب ذاته، وديك النار. أول من تسعر بهم النار شنو؟ 3، الثلاثة ديل في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، الثلاثة ديل عملوا أعمالا صالحة واتصفوا بصفات من أجل الصفات، واحد يتعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ده أول واحد، والثاني أنفق في سبيل الله تعالى، الرحم الغير الرحم ينفق، والثالث قاتل حتى قتل، يعني الناس ذي عملوا، ما قال أول من تحبط أعمالهم أو من تحبط أعمالهم، لا لا، قال أول من تسعر بهم النار، يعني الناس ذي عملوا خير ودخلونا النار. ليه؟ لأنهم ما أخلصوا لله تعالى. كل واحد فيهم وقد قيل، وقد قيل قرأت القرآن ليقال قارئ، تعلمت العلم وعلمته ليقال عالم، وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. فإنت
عمل لو ما أخلصت فيه لله تعالى ما تتعب كثير تستحضر النية، وكونه انت دار تخلص لله ما يعمل لك وساوس تقول لا معنى أنا ما مخلص ما أفدع أقوم أسوي نصيحة، لا تقوم تسوي نصيحة وتجاهد نفسك تعمل العمل وتجاهد نفسك وتخلص لله سبحانه وتعالى، ما تشتغل فلان مدحك فلان زماك فلان يتكلم فيك ما تشتغل، مشيت مسجد لقيت نفرين لقيت ثلاثة لقيت 20 بلغ الدعوة، مشيت محل الناس بيعرفوك ما بعرفوك بلغ الدعوة، وبتبتلى تصبر تبتلى يعني بتمشي المساجد في ناس بيسخروا منك، في ناس بيقول لك ده عرف الدين 200، في ناس بيقول لك خليت الحفلات 200، في ناس كذا وكذا، الطريق ده ما مفروش كما قيل بالورد، ده طريق في النهاية فيه ابتلاء لكن نهايته الجنة، نهايته الجنة فوز الأعظم. الناس يا جماعة تخلص لله سبحانه وتعالى وتجتهد في طاعة الله، هذا ما أحببت يعني التذكير به، ونفتح الفرصة لشيخنا إن شاء الله شهاب جزاكم الله خيرا بارك الله. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأثر ده بعض العلماء بضعف زي الشيخ ابن عثيمين فيما أعلم، وبيقول وإن صح فهذا محمول على ما كان قبل نزول آية الحجاب، محمول على ما كان قبل نزول آية الحجاب، لكن بعد ما نزلت آية الحجاب عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله نساء الأنصار الأول لما أنزل الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وفي حديث آخر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، قالت شققنا مروطهن فاعتجرن بها فخرجنا إلى صلاة الصبح كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن من الغلس. فده التوجيه بتاع الحديث، يعني وإن صح العلماء قالوا ده قبل شنو؟ قبل نزول الحجاب، عشان كده في قصة الإفك في سورة النور لما يعني حمل هودج عائشة رضي الله عنها وظنوا أنها فيه، وذلك لخفة النساء كما قالت عائشة والنساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم إنما كنا يأكلن العلقة من الطعام، يعني كانوا يعني خفيفات لأنه ما في أكل لأنه الناس كانوا في شدة، فحملوا الهودج عائشة رضي الله عنها يعني كانت تبحث عن عقد لها، فلما رحلوا ارتحلوا ونامت عائشة رضي الله عنها، وجاء صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه ورأى سواد إنسان، فلما اقترب من عائشة رضي الله عنها قال إنا لله وإنا إليه راجعون، قالت عائشة فخمرت وجهي بجلبابي، العلماء قالوا التخمير وأن تغطى فوهة الإناء، قالت وكان يراني قبل الحجاب فخمرت وجهي بجلبابي، وفي حديث في كتاب الحج عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان الركبان إذا حاذونا أسدلنا الخمار على وجوهنا، فإذا مر الركبان كشفنا أو رفعنا الخمار، ده ذاته في الحج، فكان ما بغطى بالنقاب لكن بنزلنا الخمار على الوجه. فإن صح هذا الحديث فيحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب. وبالنسبة لللحية في بعض أخواننا بيقول لك اللحية دي ممكن تنظمها وممكن تشيل منها بسيط بسيط، يعني تجيها ما تخليها كده مبشتنا، الكلام ده هل صحيح ولا لا؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى وجزوا الشوارب ووفروا اللحى
وحف الشوارب وأرخ اللحى. فجاءت الألفاظ المؤكدة من النبي صلى الله عليه وسلم بقص الشارب وبإعفاء اللحية وتركها وإرخائها وحلقها من الكبيرة بل ومن المثلى، زي ما انت لو قطعت لك أضانزول مثلت به، وكذلك إذا حلقت له لحيته فقد مثلت به. فما يجوز يا أخواننا أن الإنسان يعتدي على لحيته، ما يجوز أبدا. وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شيئا من اللحية وليس فيها يعني كما يقول الناس بشتنة أو فيها بشاعة، هذا ليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل السنة هي الأطيب والأجمل والأكمل. الناس بيعملوا يعني حلاقات في شكل ديك وفي شكل حمار، ما في زول قال لهم مبشتن. لذلك الإنسان إخواننا ما يعتدي عليه ولا يستجيب إلى ضغوطات المجتمع. في ناس بيستجيبوا يتكلموا له كثير عشان يرضيهم يقوم يهبشه، فما ما يستجيب الإنسان لضغوطات المجتمع. جزاكم الله. إننا واحد صام رمضان معنا سواء، وال صام رمضان معنا الأيام الأولى أو في البتاع، وبعدك في النهاية اليوم الأخير أبا يفطر يوم الإيد، فما حكم ذلك؟ والله مسألة الصيام ومسألة الإفطار، المسألة دي ما في الشريعة محسومة، اللي هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلى آخر الحديث. فطالما شعبان الناس تمته بعد ذاك شنو، والرؤية يعني غم على الناس وما رأوا الهلال، فالإنسان يصوم مع المسلمين ثم يفطر مع المسلمين، هذا هو الحكم الشرعي ولا يخالفه. جزاك الله. والله الخالف ده ما وقع في معصية، الواجب عليه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر يعني ما وقع، لأنه صيام يوم العيد من المحرم معروف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما حكم الصلاة في مسجد الصوفية مثلا؟ الصوفية إذا كان مثلا مسجد مساجد عوام المسلمين وكذا، الإنسان بيصلي فيه. إذا كان من مساجد المسلمين العامة، الإنسان بيدخل وما بيسأل من الإمام حاله شنو، وإنما يصلي. لكن إذا كان من مساجد الصوفية المعروفة الآن، والإمام يصلي بالناس ومعروف بأنه يعني من أهل العقائد المنحرفة، فالإنسان ما بصلي، لأنه يا جماعة الشرك يحبط الأعمال، كما قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالآن الصوفية بينشروا الشرك بين المسلمين، دعاء ينشرون دعاء غير الله سبحانه وتعالى، زي ما قال البرعي إن أب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل، ويعلقوا التمائم والحجبات ويعتقدوا فيها النفع والضر من دون الله سبحانه وتعالى، ويعتقدوا أن فلانا يعلم الغيب وعندهم من الدجل، خاصة في بلدنا. فلكن لو زول من عوام الناس أو من عوام الصوفية بيقول أنا صوفي، وإذا جيت بينت له الحق بالكتاب والسنة يقبل، فده تصلي بجوز تصلي وراء. جزاكم الله.
طيب عندنا من الصوفية واحد بكون بعمل الحج بكون حامل التمايم، يعني انت ما بكون بعرفه تيجي بتجي بتسلي وراه، وفي واحد بكون صوفي مفلفل شعره انت بتجي تلقى برضه واقف امام، هل يجوز يصلي خلفه؟ والله هذا التفصيل الفصله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والان قبل فتره اخواننا كان وجهوا سؤال للشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى، كان في اللقاء كان في يوم درمان، مهم لقاء القامبيو شيخ مزمل، ووجهوا اسئله للشيخ محمد بن هادي ففصلوا التفصيل. ملخص التفصيل عندهم انه الانسان ظهرت منه شركيات، نحن عندنا الصوفيه منهج منهج يدعو الى الشرك والى البدع والى الضلال، وما بجوز ليزولي يبقى صوفي، ده منهج باطل. لكن بعد ذاك التفصيل لا، اذا زول الان عرف عنه انه يدعو غير الله سبحانه وتعالى وكذا وكذا ويقع في الشركيات، ده ما بتصلي خلفه. اما الزول اللي عنده بدع وما يقع في الشركيات فده شنو؟ بتصلي خلفه. الزول المجهول الحال بتصلي خلفه حتى يتبين لك شنو امره. فده الجواب على السؤال بالعموم. انت الصوفيه الان اذا لقيت مسجد من مساجد العوام، انا اكرر الكلام، من مساجد العوام ودخل فيه زول، دخلت انت جيت زول صلى، بينتسب للصوفيه ولا ما بينتسب؟ لكن ما ظهر لك منه شركيات، فده انت تصلي عادي. لكن زول انت بتعرفه بعينه، فلان ده بيعلق حجبات وفي الحجبات ذاته بيعتقد فيها النفع والضر، او زول شيخ طريقه معروف شيخ طريقه، او زول بتاع سحر ودجل واشياء انت تعرفه، فده ما بيجوز تصلي. والله يبينوا له الحق من الباطل، إن أصر ما تصلوا وراء. إذا اعتذر وقال لهم كلامكم صح تصلوا خلفه. طيب في آثار وردت في سنن أبي داود إنه يعني يقرأ للمريض في ماء ويشرب، يقرأ له في ماء ويشرب، لكن إحنا ما مشكلتنا في إنه يقرأ وما يقرأ، إحنا مشكلتنا هو بيقرأ شنو؟ إحنا مشكلتنا في ديل إنهم بيقرأ شنو؟ ما هي المحاية هالحجاب ذاته، بس ده مكتوب بيعلقوه ده بيشربه، لكن نفس الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، اللي هي الرقى شنو؟ الشركية دي يكون فيها عزائم وكذا وكذا، فدي ما بتجوز، بحايات وبخرات كذا دي ما بتجوز. أما يجيبوا موية يقروا فوقها وكذا فدي يشربوها، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الجا في تفسير سورة النحل عن ابن كثير إنه علي بن أبي طالب قال الزول إذا عمل خلطة بعسل نحل وموية مطر وتصدق بدينار من مهر امرأته فإنه يرجى له الشفاء، واستدل لأي حاجة بآية النحل اللي هو العسل النحل، ذكر الآية دي فيه شفاء للناس. وما المطر وأنزلنا من السماء ماء شنو مباركا وماء طهورا، والمهر بتاع المرأة ربنا سبحانه وتعالى قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فده هو الذكر علي بن أبي طالب، وده روي عنه زي ما بين أخونا بصيغة التمريض اللي يدل على أنه ما ثابت. لكن نحن هم ما بيقول لك عسل وما المطر وتمشي لمرتك تقول لها شنو
تقول لا يعني اديني دينار يكون بيطيب نفس، لكن هو بيمشي يشخبط لك اللوح والدوايا وكده، وبعدين بيكتب لك بسكن حتى لو كان بغران، انت ممكن تمشي تشرب شنو سكن. فدي كلها يعني من الامور الباطله. فلو زول بيكتب بحيات وبخرات وحجبات وزي دي فده ما يوصل لغران زي ما بين الشيخ احمد الان. بالنسبه لزكاة الفطر، الرسول قال اخرجوها عينيا صح، وفي ناس بيقولوا اخرجوها نقد، ما حكم اخراجها نقدا؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخر الأصناف التي ذكرها، على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، أما أنا أكل. فده الدليل من السنة، وكذلك حديث ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر وقال هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طعمة يعني أكل ما قروش. وده اللي اتفقوا عليه والأئمة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد ومعاهم الدليل. وأما من ذكر أنها تخرج نقدا فما ذكر دليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام، والعلماء قالوا الدنانير كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الدنانير والدوانق، دانق ده زي عندنا الفكة يعني، وعندهم الدراهم، فدي كان كلها عملة بيتعاملوا بها يعني في قروش ومال، ومع ذلك كانوا بيخرجوها شنو طعام من طعام قوت الناس. فالشيخ ابن عثيمين بيقول الزول اللي بيخرجها يعني نقدا فدي ما أجزأت عنه وما أخرج زكاة الفطر، ما أجزأت عنه. بالنسبة للمآتم، الزول بقول لك الناس الضيوف بيجوك من غادي، هل تصنع لهم الطعام ولا كده؟ برضه في ناس بقول لك حبوبتك ماتت، انت ما بتقعد الناس بيجوا يعزوك، دارين تفصيل في المسألة. المسألة دي يا جماعة كلام الصحابي فيها واضح، هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع بعد دفن الميت في بيته وصنعة الطعام من النياحة. فكونه يبين الحكم ده ويعمم على الصحابة وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فده بيحسم لك المسألة. يعني زول مات له زول خلاص، مجرد ما دفنوا ترحم عليه ودعا عليه بالخير ويدعو لنفسه ويدعو بنفسه وحده ما يدعو جماعة. بعد ذاك الأمر شنو؟ امشي واصل في عمله واصل في حياته. وأصلا الدنيا دي امتحان، يعني مجرد ما مات زول الناس الدنيا بتهيج، الإنسان بيحزن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وفاة ولدي، لكن كمان الحزن ده يضبط بالشريعة. العلماء قالوا، شيخ سليمان الرحيلي قال في عاطفة وفي عقل وفي شرع، فالعاطفة تضبط بالعقل والعقل يضبط بالشرع. إنسان مات له زول بيحزن، لكن بعد ذاك الحزن ده ما يخليه يخالف شنو الشريعة، الشريعة، لأنه مسألة النياحة دي من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. فدي من الكبائر، وكونه هي عدة من النياحة ويعمم الكلام ده على الصحابة فالإنسان يجتنبه.
ما تلاقي زول تجي إذا لقيت فرصة مشيت وأصلت في عملك الحمد لله، ما لقيت فرصة وجيت البيت لا تعمل صيوان لا كذا ولا كذا، البيت يكون عادي زي عامة الناس، والزول يضبط بيته ما استطاع. لو بيتك الأسرة بتاعتك بتضبطها، أما بيت كبير وفيه الإخوان وفيه مرات الوالد وفيه وفيه، أنت بعد ذاك شنو؟ ما تشاركهم، سووا صيوان بعيد بعيد، مش مع صاحبك أقعد معه كم يوم إلى آخره، وسمعنا الكلمة الطيبة ناصحهم بالتي أحسن، بعد ذاك واصل. أما حجة إنه الناس اللي بيجوا من بعيد وغيره، نحن نقول للناس يا جماعة ما يعملوا صيوان ولا يفتحوا بابنا الكبير ولا يهيئوا الوضع للناس. بعد ذاك الناس اللي بيجوا من بعيد بيعرفوا إذا المسألة دي تكررت والسنة انتشرت فيها، الناس اللي بيجوا من بعيد تاني ما بيجوا. وحتى لو جو ده ما جاء من سفر وجاء خلاص ولقاك انت ما عامل صيوان وقاعد في بيتك، جوك توجب بتكرمه زي عامة الإكرام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم شنو ضيفه. ونحن ما انكرنا الإكرام، لكن انكرنا انك تفتح بابك الكبير وتعلن يعني مراسم الحزن وكذا وكذا. اما الزول اللي جاك من سفر، يعني انت الان هنا في الرهد، زول جا من الخرطوم، ما بنقول لك تطرده، لما جاك انت بتستقبل وكذا، دخل بيتك جوك توجبه بتكرم، ما في اثنين ترى. لكن كونه انت مشيت المغابر وجيت دقيت الصيوان فتحت الباب الكبير، او حتى لو ما دقيت الصيوان فتحت بابك الكبير والناس جايه داخله وفرشت الفرشات دي من النياحه، انت خلي البيت عادي، جاك من قريب ده سلم عليك وعزاك ورجع، والجاك من بعيد وما وفي وقت بتاع وجبه تكرم وتمشي، ده المقصود. شيخ لو عنده تعليق. طيب شيخ، عندنا هنا عيمة بكون تجار للسجارة وتجار للتنبات، ثانيا بكون جارك يعني هو بكون إمام في المسجد، هل يجوز الصلاة خلفه؟ وثانيا بكون جارك أنت بتتداخل معه، هل يمكن واحد يأكل من طعامه؟ ثالثا الإمام أو الشيخ كما بقوله بيكتب الحباد أو التمائم بكون جارك برضه، قال هل يجوز الأكل في بيته أو الطعام في بيته؟ الزول المال مختلط بين الحلال والحرام، فإنت بجوز لك تأكل من أكله. يعني زول مثلا شغال في السوق عنده دكان، وكانوا ده بيع فيه بضائع وأشياء زي دي، وبيع سجائر، سجائر محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولقول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهم لا شك إنه من الخبائث وليس من الطيبات، ولنصوص كثيرة معروفة. فالزول اللي بيختلط ماله بين الحلال بين الحلو والحرمة دي، إذا عزمك أو قدم لك طعام أو قدم لك هدية أو كذا، بجوز لك شنو؟ بجوز لك تشيله وبجوز لك تأكل أكله. أما الزول المال حرام صرف، فده أنت بتبتعد منه، لأنه يا جماعة أكل الحرام ده من موانع استجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له، وفي رواية فأنى يستجاب لذلك. فده الجواب، زول ده اللي بيبيع السجائر ده وبيع الصعود وما عنده مصدر دخل غير ما تأكل أكله، ده أكله حرام. والزول اللي بيبيع الحجبات دي وبيبيع المحايات والبخرات وما عنده مصدر دخل غيره فنفس الشيء، بل اللي بيبيع الحجبات ده واجب عليك تناصحه، وداك برضه تناصحه، وإن أصر تهجره، اللي بيبيع الحجبات ده إن أصر تهجره وكذا، لأنه ده بينشر الشرك ومظاهر الشرك، فده ما تأكل طعامه وما تشرب.
يلا شيخ، بالنسبة لصلة الرحم دي مثلا الأسرة ممتدة في مسافات بعيدة، يعني في زمن يعني احنا مرات ممكن سنة نتصلوا مرة واحدة او مرات بعد فترات طويلة نتصلوا الزوج، هل صلة الرحم دي عندها فترات معينة ولا يعني ممكن الليلة تمشي صلة رحم ممكن تلاقيه تاني لبعد 5-6 شهور او سنة عادية مرات؟ داري اعرف الحكم ده. والحاجة الثانية ان احنا شغالين مرتبات، مرات البيت والولد بيجي بقعده، يعني معروفة يعني برنامج الشباب ديل وكونوا بيتونسوا احنا قاعدين في المرتبات ده شغلنا، يعني بننكر عليهم بقلوبنا ومرات بنتكلم معهم لكن ما اعرف الشغل يعني بتاعنا بكيف. الله، بالنسبة للتاني ده، انت ما شغال في السوق مثلا وعندك محل مرطبات بيجيك ده وبيجيك ده، ده شغل حلال، ده ما فيه اشكال، وخاصة انك بتنصح. اما بالنسبة للاول ده، الشيخ ابن عثيمين فصل في شرحه لرياض الصالحين، فصل في صلة الرحم، فبعد بيّن النصوص التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في رياض الصالحين، وبيّن فضل صلة الرحم وخطورة يعني قطيعة الرحم. بعد ذلك قال الرحم ما عنده وقت معين، قال يعني ما بقوله كل شهر أو شهرين أو ترى، قال وإنما هو تبع لشنو؟ للعرف. العرف، وما العرف يعني مطلق، لأنه في ناس عرفة ونصلا ناس عندهم جفا، لكن عرف الذين يعني يطيعون الله تعالى، ممن يطيع الله في الرحم، ده ملخص الكلام، انك انت المسألة دي بتراعي فيها شنو؟ العرف، ما عندها زمن معين، ما كل شهرين ثلاثة إلى آخره. بعد ذاك قال المسألة الثانية، قال الرحم ذاته درجات، يعني في زول عنده خالته وعنده مرأة أو رجل يعني من الأقربين لكن أبعد من شنو؟ من الخالة في الرحم. فقال الرحم كلما اقترب منك في يعني في العصبة وفي الرحم إلى آخره، فده وصله شنو؟ أوكد وأشد، وكلما ابتعد فالأمر فيه يعني أهون، لكن لا بد من صلته. فبعض الناس بتصلهم كل أسبوع، في بعض الناس كل شهر، في بعض الناس بتصلهم كل عيد، وفي بعض الناس بتصلهم بس في المناسبات، وفي الناس اللي بيحتاجوا لسفر، في ناس بتواصلهم بالتلفون. فالمسألة دي شنو؟ سائدة بالعرف. لكن انت في نهاية الأمر اللي بيجمع المسألة كلها انه الناس تطايب وتصل ولو جفوك وما استطعت. بالنسبة للرد للوالد، الوالد متطرق طبعا طريقة الجانية وكذا، بقرأ أهل السنة وكذا، هل رده حكم شنو؟ طيب، الوالد يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى قال وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالزول يبين له ويكون ذلك بالتي هي أحسن وبالكلام الطيب، ولا يكون ذلك عقوقا. وكذلك يجب عليه أن يتحمل ما يصدر عن هذا الوالد، عشان كده لقمان قال لابنه، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصاب. فانت اذا امرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا بد ان تجد العداوه، عشان كده في حديث عائشه رضي الله عنها لما قصه نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء الملك في الغار وجاء الى خديجه ام المؤمنين رضي الله عنها وقال دثروني، وجاءت به الى ابن عمها ورقه بن نوفل وقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى وما حصل، فقال ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو قال إلا أوذي. فالدعوة الناس إلى التوحيد خاصة وإلى العقيدة الصحيحة فيها العداوة من أقرب الأقربين، من الوالدة ومن الوالد
من الإخوان وإلى آخر. والإنسان يتحمل يا أخواننا ويصبر، خاصة في حق الوالدين، يعني لو شتمك لو نبزك لو ضربك في النهاية تتحمل وتصبر وتسأل الله له الهداية وتصاحبه في الدنيا معروف، يعني ما يسأت لك فأنت برضو تصاحبه في الدنيا معروفة وتحسن له، وهذا أقرب أن يلين قلبه وتدعو الله سبحانه وتعالى له ليلا ونهارا وتعاوده في النصيحة وتصبر على هذا. فالوالد يا أخوان عنده في الإسلام مكان غير من هو غير الوالد، فالإنسان يصبر، ولكن إذا كلمه في التوحيد والعقيدة وإن كان يكره ذلك، ودائما الإنسان يتحرى إنه ما يكلمه قدام الناس وما يكلمه بالطريق العنيف، فده يا أخواننا أدعى للقبول، وليس ذلك من العقوق في شيء. عشان كده إبراهيم عليه السلام ربنا ذكر في سورة مريم أنه كيف خاطب أباه وفي أي موضوع، في موضوع العقيدة قال يا أبتي لما تعبد، يا أبتي هذه فيها التلطف بالوالد، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، مع أنه تلطف مع والده إلا أنه بيّن له الحق، فأنت بيّن لأبوك الحق واصبر عليه، وهذا أعظم البر الذي تقدمه لوالدك. ما أعظم البر إن تحرث له واطاته ولا تقطع له الزراعة حقته، لا، وإنما أعظم البر أن تقدم له العقيدة الصحيحة وتحرص على هداية والدك. وصلى الله سبحانه وتعالى يهدي ضال المسلمين. بالنسبة في بعض أخواننا باسم الحزبين مثلا صار سنة، وبقول لك أنا بمي شنو الصح من الغلط. وبالنسبة لصلاة العيد وصلاة الجمعة برضو، بالنسبة للخطبة بتاعت الحزبين هل بجوز السماع لهم؟ والسؤال الثاني في بالنسبة للشغل يعني بتاع ملابس مواتيك وحياة زي فيه اختلاط وفيه كلام كثير، هل يجوز ولا؟ نبدأ من تحت ونجي لفوق. بالنسبة للبوتيك ده يا جماعة، ما دام الإنسان بيجيب ملابس من ملابس المسلمين، يعني سواء كان بالنسبة للرجال بيجيب ملابس واسعة وملابس من ملابس المسلمين الساترة المعروفة، فدي ده بجوز ليه وشنو يبيع، ولو المشتري زول ما مطيع، لأنه أنت ما بتبيع لشنو المطيع فحسب، ده ما من شروط البيع. لكن بعد ذاك الزول اللي بتعرفه ده بيستخدمه في الشر في كذا، دي مسألة تانية. لكن ما بنقول على الناس، محرم على الناس يبيعوا في البوتيكات ما دام من ملابس المسلمين المعروفة المستورة الشرعية، دي مسألة. المسألة الثانية، وحتى دي في بالنسبة للملابس دي، ده الرجال. أما النساء في ألبسة أصلا المرأة بتلبسها في البيت، دي ما في خلاف ولا في نقاش في إنها بتجوز. بعد ذاك في ملابس بلبسنا البنات بتاع التبرج، ومعروفة ملابس مرقة زي البناطلين اللي بيشتروها البنات وزي غيره وكذا، وغيره من الملابس غير البناطلين بتاعت التبرج اللي بيمرقوا بها، ده الزول ما بجيبها ولا ببيعها، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما صلاة العيد، الآن أنتوا في بلدكم في صوفية وفي جماعات وفي كذا وفي كذا، فالإنسان إذا بقى بين أمرين، يا إما يصلي مع متصوفة ودعاة إلى الشرك، ولا مع الحزبيين صلاة العيد، فدهينا مضطر يصلي معهم، يصلي مع حزبيين لحد ما الله يوفق الناس شنو تعمل مساجد ومصليات سلفية، وده المقصود. لكن لو في مسجد ويصلي فيه رجل على المنهج القويم، ولو الإنسان بيدعب يمشي له، ولو بيركب عربات يمشي يصلي معه، لكن لو ما في مفر إلا بين ده وده يصلي معه، ده بعد دي ضرورة ما في دنيته. أما الاستماع لهن
لمحاضرات لدروس للأشياء دي. الخطبة دي انتو تسعى يا جماعة، الآن المنابر مفتوحة، الناس ما تقول ما مفتوحة، مجرد ما الزول بدأ دروس بدأ. الآن نحن في محلات كثيرة الناس بدعاني ما لاقي خطبة ذاته، يعني يقول لك تعال لنا المسجد ده والمسجد ده والمسجد ده، دمتين لما نعرفوك انت بتبلغ الدعوة. فإنتوا لو الإنسان اجتهد، والإخوان الحمد لله الآن موجودين أكثر من 10 أنفار، فإنتوا لو أي واحد بيجتهد بعد شوية الناس براهم بيفتحوا لكم فرص بتاعت منابر، يعني المساجد ما كلها صوفية. ففي بعض الناس بيقول لكم تعال أخطب لنا، لحد ما واحد منكم أو اثنين ثلاثة تبقى في مساجد الناس على السلفية. نحن بنقول السلفية عن الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، السلف الصحابة ومن سار على نهجه، وما قصدنا حزب أو يعني ناس معينين من أهل الباطل إلى آخره، لحد ما أنتوا تمسكوا المنابر أو بعض الناس أبلغ فيها. أما الاستماع للحزبيين ديل لمحاضرات لدروس لتسجيلات، وبعض الناس بيتعاطفوا معاهم ويسمعوا بعض التسجيلات يقول لك فلان ده كلامه حزين، وفلان ده كلامه مؤثر، وفلان ده كلامه قوي في التوحيد، وعنده من السلفيين والحمد لله، وما في سلفي أصلا داعية ما بيتكلم في التوحيد، عنده تسجيلات. لكن بعد ذاك مسألة بقت بتاعت شنو؟ مزاج، يقول لك فلان ده بيبكي الناس، وفلان ده أنا أسلوبه شايفه صعب، مع أنه سلفي وعلى الجادة، فما يسمع، فده شر. فالناس تسمع لمن عرف بالمنهج القويم. قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الآن هؤلاء الحزبيون بينتسبوا للجماعات دي، مركز عام إصلاح، جمعية، وغير من طوائف أهل التحزب وأهل الباطل الذين ينتسبون إلى السلفية زورا ومهتانا، وهم يخالفون ويعادون من يصدع بها ومن ينتقدهم. ديل ناس أهل انحراف، ما بجوز تسمع لهم ولا تتعاطف معهم، ولا تقول أنا ما لاقي علم أجي أحضر لديل، لا للعلم موجود، ما قدرت ما لقي طوالي تسمع التسجيلات، ما تسمع لهم، نازلها الشر والله الذي لا إله غيره. والعلماء حذروا منه ويتكلموا عنه من قديم الزمان، تسجيلات للشيخ مقبل ده في أسئلة كندا تكلم عن الهدية، قال فيه نزعة صوفية. وفعلا الهدية يقول أنا بحب البرعي، ويحلف بالله يقول والله أنا بحب البرعي، برعي كتبه تعج بالشرك وبالباطل ومعروفة يا جماعة. أو في الأسئلة الإماراتية تكلم عن الهدية نفس الشيء. الشيخ مقبل، الشيخ ربيع تكلم عن أنصار السنة، قال تديرها السرورية ورب السماء، وأنا متأكد من هذا، قال غزيتم في عقر داركم، قال وأنا متأكد من هذا، والآن تديرها السرورية. محمد الأمين الليلة طالع ونازل مع السرورية في غناء الطيبة وفي غيره، وإعلانات ليه أمس دي أول أمس نحن لما جايين على الفولة دي مارقين من الخرطوم، إعلان فوق لناس طيبة، طيبة غناء سرورية معروفة، إعلان فيه محمد الحسن الددو ده معروف بالضلال، فيه عبد الحي يوسف، فيه محمد الأمين إسماعيل، وفيه محمد عبد الكريم. ده شنو الناس بتاع اللخبة وناس بتاع المناهج منحرفة الآن موجود. أنصار السنة تخبطت وبقت مخالفة للحق وفيها من الشر ما فيها، الناس تتركنا يا محمد مصطفى الآن ليلة يسب الصحابة، ما قادرين يثبتوا ولا قادرين يردوا عليه. فذي لها التحزب، الزول يكون منهج قوي، وخاصة إنتوا في غربة الآن، في غربة وفي ابتلاء، مناهج كلها ضدكم، انت خليك على الحق الله بينصرك، والله الزول لو على الحق ولو ضعيف الله بيرفع قدره، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم أهل الإيمان والحق، قال والذين أوتوا العلم درجات. الإنسان يا جماعة ينشر الخير والحق، وما يجالس الحزبين ديل ولا يستمع لهم ولا كذا ولا كذا. الجواب سؤال بالنسبة للخروج النساء مبطرات، هل الإطر المذكور ده خاص بالإطر بتاع النساء ولا الإطر العام؟ لا
المرأة إذا خرجت من البيت فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى ولو خرجت إلى أفضل البقاع المساجد فضلا عن الأسواق أو الخروج المباح إلى صلة الأرحام أو كذا، فإنها تخرج تفلة. تفلة معناها ما مست أي نوع من أنواع الطيب، حتى لو حق رجال ذاته ما تمس أي طيب. إذا مس الطيب تقعد في البيت لغاية ما يذهب، وبعد ذلك يعني تخرج لحاجتها ثم ترجع. والله دي أول حاجة تبدأ لها بالعقيدة والتوحيد. ودائما يا أخواننا الإنسان إذا بدأ بالعقيدة والتوحيد فهو بدأ بالطريق الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهي إذا وحدت الله سبحانه وتعالى توحيد الحق فإنها سوف تأتي ببقية الطاعات، لأن من لوازم التوحيد طاعة أمر الله. أنت ما دام عارف إنه ربنا والمستحق للعبادة وكذا وكذا، فأنت تطيع الله سبحانه وتعالى في جميع أوامره وتنتهي عن جميع نواهيه. والتأثير والتوحيد له تأثير عظيم وأثر بالغ وواضح على الإنسان إذا ما حق. ويرغب ويرهب ويذكر لها يعني ثواب المطيعات. يعني سبيل المجرمات والمتبرجات والحديث فيها، وأنه لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، والعنهن فإنهن ملعونات، وإجاب على الشبهات اللي بتكون في راسه. برضو كمان يقطع عنا النساء السيئات، لأنه في نسوان بحرشا الحريم، والمرأة ضعيفة فتحرشها وتقول لها انت براكي لافه في الحله وكذا و و و، فنوع زي دي انت لو لقيته في البيت تطرده طوالي، وتنصر زوجتك وتشجعها وتذكر لها يعني الادله وكذا وكذا وتبين لها وتشجعها، فده ان شاء الله بيكون لها عون. وتدعو الله سبحانه وتعالى. الدعاء يا اخواننا من الاسلحه العظيمه. الانسان اذا اخلص النيه لله وتحرى اوقات الاجابه ودعا الله سبحانه وتعالى فإن قلبها بيد الله، ربنا سبحانه وتعالى بيشرح صدرها لذلك. ولذلك نحن وصيتنا يعني عشان ما نطول على الناس، إنه الناس في كل الأمور دي أولا تستعين بالله وتخلص لله، وثانيا أن تبدأ بنفسها وبأهلها في الدعوة أولا إلى التوحيد. تبدأ بالتوحيد. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، أول حاجة. بعد ذلك شنو؟ وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فنحن بنحتاج للتوحيد، وبرضو بنحتاج للشجاعة. وأصلا إبليس بخوفك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، الله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ابن القيم قال: وأجمع المفسرون على أن معنى الآية أي يخوفكم بأوليائه. يخوفك فلان داك قاعد وعلان قاعد، فالإنسان ما يخاف ويستعين بالله سبحانه وتعالى. ولو جاء خوف من شيطان أو غيره فالشيطان ما حريص على أن تنال أجرا أو أن يدفع عن الأمة ضرا أو أن يدفع عنها مفسدة. فأنت وإن يعني حصل لك نوع من الرهبة أمام الناس أو الخوف أو كذا، فتكسر هذا الحاجز
تتكلم قدام الناس تقوم وتسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والإعانة. والشيء اللي بيجيب الشجاعة أخواننا، أولا حاجة معرفتك إنك على حق، أدلهم أهل الباطل بيقولوا في باطلهم هم على باطل، ده بوديهم جهنم وبخلدهم فيها. تعرف نفسك على حق، لو شاك في المنهج ما بتتكلم، لو شاك في الدين حقك في التوحيد ما بتتكلم ولا حتهدي إنسان، لأنه كلامك بيكون تعبان ومضبل وكاتل حيلك. أما إذا كان الإنسان موقن تمام اليقين فيما عنده من الحق فإنه سوف يقوله وهو مرفوع الرأس، والمفروض يخجل ويدنق الرأس. وإن كان الإنسان يراعي مفاسد ومصالح لكن برضو يا أخواننا الإنسان يكون عزيز بدينه، فده بيدفعك للشجاعة. الشيء الثاني أنت تكون موضوعك اللي بتتكلم فوقه فاهم وعارف، والحمد لله المسائل معروفة، يعني ما مسائل مشرورة وكثيرة وتحتاج إلى اجتهاد، يعني إنسان يكون حافظ القرآن والسنة وعالم باللغة والناسخ والمنسوخ وإلى آخر. دي كلها يزول بيشترط الكلام ده، ده زول واقف في صف المشركين شاء ذلك أم أبى. أي زول بيقول للناس لابد تبقى كده وتحفظ كده ويجيب له شروط، يمكن يكون في علماء الأمة الكبار ما هو موجود الآن، فده واقف في صف المشركين. قد ما يكون إنه قاصد لكن برضو واقف معهم، لأنه في النهاية ثبت دعاة التوحيد. فالإنسان يا أخواننا ما يخاف ما دام معلومتك آية وحديث، أنت إلا تكون شاك في القرآن أو في السنة، وما دام أنت على التوحيد والمنهج الحق فما تخاف ما تلاوز، فتقوم تقول الكلام الحق وتبينه للناس وتبينه للأهل وتمشي به في الناس. ربنا قال ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. واستعين بالله سبحانه وتعالى واخلص لله واصدق مع الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك لك في كلامك وفي دعوتك، وربنا سبحانه وتعالى بينصرك. فالناس يا أخواننا تستعين بالله وما تعايل لورا، تكلم طوالي ما يلا ينتظروا علان يجي وفلان يجي، الناس تمشي. في ناس بيخافوا يقول لك يا أخي عشان ما يقولوا الزول ده جاب لي أهله المشاكل، اللي يقولوا نبي كريم إبراهيم ربنا اتخذ خليل أبوه طرده، قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك وهجرني مليا، معناه أبدا يعني تاني ما تجيني نهاية. فالإنسان يا أخواننا يعني يستعين بالله ويقول بدعوة الحق. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. والناس بيشوف الكلام ده كلام بعيد، الله ناس تصدق وتبدأ بداية قوية وفعلية ومخلصة لله من بكرة زي ما قال شيخ أحمد، فتلقوا إن شاء الله الثمرات دي قريبا. والحمد لله المجتمع الآن مهيئ ما زي زمان، المجتمع الآن مهيئ والناس تصبر وتستعين بالله، ودائما المضايقات اللي بتجيك وكده والوشايات اللي بيوشوها هم للحكام وكده فدي بتفيدك انت. ليه؟ لانه الحاكم لو سالك وناداك انت حتوري عقيدتك، وانت لما تكون بتتكلم المجتمع بيعرف عقيدتك وبيعرف الحق. فالانسان يا اخواننا يستعين بالله سبحانه وتعالى، وربنا بيفتح له من الابواب ما لم يخطر له على قلب بشر، فيستعين بالله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في جهودكم، نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.